أزمة نقص مستلزمات الغسيل الكلوي التي شكلت أزمة حقيقية في جميع مراكز الغسيل الكلوي، والتي على إثرها قررت بعض المراكز أن تغلق أبوابها في أوجه المرضى لعدم قدرتها على تقديم خدماتها لدى مرضى الفشل الكلوي، الأمر الذي أثار خيفة المرضى بعدما توجسوا خيفة من تعرض حياتهم للخطر. تعبنا، هنجيب منين؟ هنكفي العلاج ولا هنجيب في المحاليل ولا هنجيب في فيتر ولا هنجيب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني حرام حرام، يعني موت بطيء. المسؤولين بتوع الفشل كانوا يقول لك يموت، كل مسؤول يطلع يقول لا كل حاجه موجوده وكل حاجه متوفره وهما مش دارين الدنيا. احنا طالبين ان احنا نعيش، مش مرض وذل وجع قلب ونموت كمان. انا دلوقتي بجيب ازازه الملح ب 20 جنيه ولسه جايباها معايا ها وانا جاي ايه من الشنطه ايه، وبجيب اتنين كل يوم، يوم او يوم لا. طب وانا اجيب منين؟ وادينا اهوتي اول امبارح كنا نغسل، قالوا لنا ما فيش فراتر هنا نغسل، ومشونا كده من غرب غسيل محلول، مش لاقيين وبنلف عليه مش لاقيين، وهنجيبه منين؟ طيب نموت احنا ولا نعمل ايه؟ المفروض انا ليا 3 جلسات في الاسبوع، دلوقتي من قله الفلوس بيقولوا لنا ثلاث لا، يعني ناخد سبت وخميس وثلاث او ثلاث لا. والمعاش بتاعي قليل، هاكل ولا هجيب الملح ولا هركب ولا رايح جاي ولا ما فيش. جبت مره مش هقدر اجيب الثانيه. عايزين ملح كل يوم وكده، كل ما اغسل بغسل 3 ايام في الاسبوع، ما ب 20 جنيه واكتر كمان، مش بنلاقيها ساعات. من موتور احسن، يمكن هم يرتاحوا كده. احنا كده لما مش هنغسل مره والتانيه البولينه بتعلى علينا، الكليتين بيعلوا علينا، هنموت، هنروح فين يعني؟ ما خدتيش الجلسه، ايه اللي بيحصل؟ هتعب، لان الميه بتتركز في جسمي والسموم بتتكون في جسمي، فبتحصل عندنا ان الكرياتينين بيعلى، وظائف الكلى بتعلى، كل حاجه بتعلى. يعني احنا كتب لنا ربنا العمر وعايشين، ان نروح ننتحر يعني ولا نعمل ايه؟ ما عنديش، ما فيش، منين؟ ولا معيش ولا اي حاجه. ومن خلال حملة العاشرة مساء وحرصها الشديد على إيصال أصوات استغاثات المرضى، تقدم فاعل خير بالتبرع لأحد مراكز الغسيل الكلوي بمحافظة الجيزة بالمستلزمات الطبية اللازمة لتعود الخدمة الطبية له، وقرر المركز فتح أبوابه من جديد إثر هذه المبادرة من أحد المتبرعين وسط غياب تام من قبل المسؤولين. الحملة اللي بدأت في البرنامج لدعم مرضى الغسيل الكلوي في مصر عموما وفي مراكز الغسيل، فبعت رسالة شرحت فيها الموقف وان انا مش عايز اقفل المركز وعايز اواصل الخدمة ومش قادر. فعل خير عن طريق البرنامج وزارونا وشافوا المرضى وتكفلوا بتوفير محاليل للمرضى، والمريض الحمد لله يعني مش هيتكلف اي شيء اضافي. يشكر جدا المتبرع لنا، انا مفيش اي مرض، الله يبارك له في عينه وفي صحته. اقول للمتبرع اللي هيجي من خلال حضرتك ربنا يجازيك خير وربنا يوفقك ويكرمك اكتر واكتر. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بدأنا بحملتنا التي أطلقناها والمتعلقة بغسيل الكلى في مصر، على اعتبار أن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع، إلى تخفيض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، كل ده أدى إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.
لما تبقى المستلزمات الطبية حياتية يعني متعلقة بمصير المرضى، يعني لا يمكن الاستغناء عنها، يعني لا يوجد بدائل لها، زي الغسيل الكلوي لما نقول للمريض الغلبان هات محلول الملح وانت جاي، او نقول له مفيش فلاتر ومفيش مستلزمات طبية، يبقى هنا كأن انا بقول له موت موت ومفيش حد مسؤول عنك، المجتمع تخلى عنك، وأيضا الحكومة اللي هي بموجب الدستور هي المسؤولة، والدولة هي المسؤولة عن حق المريض في الحياة وفي العلاج. اللي انت شفتوه دلوقتي اهو احد المتبرعين، يعني اللي احنا بنعمله زي ما بقول لكم، يعني هذا البرنامج لا يجمع اموالا، يعني اخذنا قاعدة على انفسنا الا نجمع اموالا، وان احنا نكون فقط وسيطا بين فاعلي الخير وبين الذين يستحقون هذا الخير من مرضى أو من محتاجين. ولما بنمارس دور الوسيط بنقول إن احنا لابد أن نتأكد من إن هذه التبرعات لا تطلق فقط على الهواء، ولكن يتم تنفيذها على أرض الواقع. المركز اللي شفتوه منذ قليل أو شفنا أحد المتبرعين ولقينا اليافطة تبدلت، المركز ده كان هيقفل بعد التبرع، اتعلقت يافطة تانية ان المركز يعني اهي. قام الاستاذ جمال بالتبرع بمبلغ 20,000 جنيها متكفلا بذلك ب30 مريض لمدة شهر، مما يجعلنا قادرين على الاستمرار لمدة شهر، حيث ارتفاع الأسعار المتزايد مما يحول دون استمرارنا. يعني المتبرع ضخ الحياة في هذا المركز لمدة شهر، وضخ الحياة أيضا في شرايين المرضى، هي طبعا بعد قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن التكافل المجتمعي بينقذ المرضى، وبالتالي هنا ده لمدة شهر، مش هنسيب الناس. بعد الشهر هنشوف إن شاء الله، هنجد أكثر من متبرع لهذا المركز في ظل إن وزارة الصحة تتخلى عن مسؤولياتها. تسمع الوزير ويقول لك إحنا ما تخليناش عن المرضى، طب تعالى خد المرضى هنا أو شوف ده تبرعا من فعل خير. المركز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من المرضى نظير جلسات الغسيل، ولا يتحمل المريض أي مستلزمات لزوم جلسة الغسيل، وذلك حتى 31/12/2016. الحمد لله، يعني حتى بدايات 2017 مع 1/1/2017 هنا الناس ضمنت في هذا المركز إنها تكمل عمليات الغسيل. شوفوا تكافل مجتمعي بسيط، راجل دفع 20,000 جنيها أدت إلى إنقاذ حياة مركز غسيل كلوي وإنقاذ حياة مرضى. لو كل واحد فينا بادر بهذه الخطوة هننقذ حياة آلاف المرضى، والله ربنا هيديلك. اوعى تعتقد إنك بتاخد من فلوسك، لا، ده انت بتزودها، انت بتزودها، وربنا هيديلك مع كل ابتسامة رسمتها على وجه مريض، مع كل لحظة منعت فيها المريض من الألم الشديد وساعدته في الحصول على الراحة والسلامة، كل ده سيعود إليك وسيعود عليك بالخير وعلى أسرتك كلها بالخير. وبالتالي هنا احنا مش هننتظر يا جماعة، الحكومة خلاص تخلت عن مسؤولياتها وسابت الناس الغلابة، لم تضع في الحسبان ان في ناس هتدهس بهذا الشكل بسبب السياسات الاقتصادية، مع انها تعلم يقينا من ان في ناس هتموت بالشكل ده. الأستاذ مصطفى، اولا اخده أستاذ مصطفى من فاعل الخير. يا أستاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا بيك يا أستاذ وائل. أستاذ مصطفى أنا بحييك وبشكرك على مبادرتك على الفور. الله يكرمك، الله يكرمك. أنت تبرعت للمركز اللي فين؟ أه
انا في فيصل باين اللي حاجة. هو اللي احنا شفناه ده منذ قليل يعني. انا والله ما روحتش عشان انا بعت مندوب من عندي يعني راح. انا بشكرك لانه اليافطه اللي احنا شفناها منذ قليل دي انه المركز هيستمر وانه مش هيحصل على اموال من المرضى لغايه 31/12 ده معناها انه فعل الخير ادى الى ان الناس تستمر في الحصول على العلاج وتغسل الكلى. الناس اللي احنا شايفينها اللي كانت بتتألم آلاما نفسية اكبر من الآلام الجسدية بسبب انهم عارفين انهم بعد شوية مش هيعرفوا يغسلوا الكلى. لا ان شاء الله يستمر اللي بعد 31/12 ان شاء الله. انا بشكرك على الهوى يا استاذ مصطفى لان انا بعض الناس بيكتفوا بالتبرع على الهوى وفي ناس واحنا هنا في الـ في الـ في البرنامج لا نتعامل مع من يكتفي بالتبرع على الهوى اللي هو ناس يمكن انها تقول لك انا هعمل كذا وما تعملش لكن اللي بيحقق خطوات تنفيذيه على الفور وللامانه كل الذين تعاملنا معهم في هذا البرنامج او معظمهم ما بتبرعوش على الهوى فقط لا بيعملوا خطوات تنفيذيه وزي ما قلنا لكم البرنامج بيرفع شعار نحن لا نجمع اموالا ولا نفتح حسابا هننأى بانفسنا عن هذه المسائل. ليه؟ لان انا افضل ان العلاقه تكون بين فاعل الخير وبين مستحق هذا الخير واحنا نكون وسيط يوصله في وجود الاثنين ولا نحصل على اي اموال وبنقول حتى لفاعل الخير من الافضل انه انت تدفع للمستشفى لان انا لاحظنا من خلال بعضنا ان شوفوا الاب والام ممكن يدوس على الامه ممكن يكون محتاج عمليه علشان يعيش وما يعملهاش علشان اولاده يجيب لهم لبس ويجيب لهم اكل ما هو قضنا فهنا فنقول له لا انت موجه فعل الخير لانقاذ المرضى عشان كده خلونا ندي للمستشفى ولا نعطي الاموال للناس في يدها. ايضا الاستاذة سيدة من المرضى اللي بيحتاجوا الى غسيل الكلى. يا مدام سيدة اهلا بيكي. ايوه المرضى قولي لي انتوا لسه عندكم مشكلة في غسيل الكلى؟ ايوه السلام عليكم. قولي لي ايه مشكلتكو؟ انا غسيل الكلى يا دكتور الاسود زوائل بعد اذنك. ايوه اتفضلي. ايوه حضرتك الغسيل ايوه. انت موجوده في المركز ده اللي هو ايوه استاذ زوائل بتاع الملكه ايوه اللي هو هيستمر لمده شهر؟ ايوه استاذ زوائل بعد اذنك ايوه ان شاء الله هيستمر دائما يعني. يا رب يا استاذ يا رب بعد يا رب يديك الصحه يا رب. طيب وانت دلوقتي ارتحتي الى حد ما لما عرفتي انك هتكملي غسيل الكلى؟ والله الحمد لله ارتحت والله بعد طبعا اللي يشكر بدل يتبرع علينا ده بتبرع يشكر والله الله يبارك له ان شاء الله ده يعني فعل الخير وزي ما بقول يعني مزايا حسناته يا رب مزايا حسناته. طيب الله يشكر بتر خير ويشكر والله ان شاء الله يا مدام سيده يفضل المركز بيشتغل وتفضلي تتعالجي يا رب تزوق احنا هنتابع معاكم ان شاء الله كل يوم والله بموت كل يوم والله محتاج تحاليل محتاج دم محتاج علاج وليش علاج وعلاج غالي يعني الناس عايزه بس تتعالج العلاج يعني ألمها لن تتوقف متاعبها لن تنتهي مآسيها لن تزول فهم عايزين يعيشوا بنفس مشاكلهم وأزماتهم ومآسيهم ما تزيدش عليهم بأنهم لا يجدون علاجا يعني وبالتالي احنا هنكون معاك للنهاية إن شاء الله يا مدام سيدة. شكرا. أنا شايفة هوت أنه أهو الـ 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 هنا أنه سيتم غلق وحدة الغسيل الكلوي. اليافطة دي الحمد لله زالت وخلاص اهو المركز قال انه لن يتقاضى اي مبالغ مالية من المرضى نظير جلسات الغسيل وانه بعد المتبرع ما تبرع انه المريض لن يتحمل شيء والمركز مستمر حتى 31/12/2016.
ده مركز، ما أكثر مراكز الغسيل الكلوي اللي هنتناولها معاكم أيضا. معايا من المتبرعين الأستاذ خالد، أستاذ جمال. يا أستاذ جمال أهلا بيك. السلام عليكم يا أستاذ وائل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال، أنت تبرعت لأي مركز؟ مركز حلمية الزيتون يا فندم. حلمية الزيتون اللي احنا كنا عرضناه الحلقة الماضية. أيوة يا فندم، مركز حلمية الزيتون. أنا بشكرك على فعل الخير، وكده المركز هيستمر في غسيل الكلى. لمدة شهر إن شاء الله. لمدة شهر. إن شاء الله من فاعل خير لفاعل خير هيستمر من شهر إلى شهر، إلى أن تظهر الحكومة التي لم تظهر حتى الآن وتقول إن إحنا يا جماعة هنتولى مهمتنا مع التكافل المجتمعي. إنما تبقى الحكومة غائبة بهذا الشكل، هي دي المأساة. أستاذ جمال أنا بشكرك على فعل الخير، وربنا يديلك على قد فعل الخير. ربنا هيزودك مش هينقصك إن شاء الله. أنا بشكرك. الدكتور إبراهيم عبد الرحمن اللي هو صاحب المركز اللي كان أرسل لنا استغاثة وإحنا بعتنا المتبرع له، والمتبرع حقق النتيجة اللي شفناها. دكتور إبراهيم أهلا بيك. أهلا بسعادتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا عليك. دكتور إبراهيم، كده المركز الغسيل الكلوي هيستمر، كده المركز هيستمر إن شاء الله بإذن الله تعالى. هو المركز بفضل الله لم يتوقف، ولكن هي في الأشهر الأخيرة في صعوبة في الحصول على المستلزمات والمحاليل بشدة. فالحمد لله المبادرة الطيبة اللي تبنتها سعادتك والقائمين على البرنامج، الحمد لله يعني أغاثت الكثير، وإحنا من ضمن، وإحنا بعتنا رسالة واستغاثة للبرنامج، والحمد لله ربنا رزقنا بالطيبين اللي أعانوا المرضى على استمرار عملية العلاج والغسيل بانتظام بفضل الله تعالى. وإن شاء الله يستمر ويستمر ما بعد إن شاء الله هيستمر. وإحنا عندنا قوائم بفاعلي الخير، لما ينتهي الشهر ده هنشوف فاعل خير تاني إن شاء الله يتكفل بالباقي يا دكتور إبراهيم إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا والدي. أنا بشكرك ألف شكر. تعالوا نشوف كمان، إحنا عندنا قضية تانية متعلقة بنقص المستلزمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية، وهننتقل بقى إلى السرطان. يعني غسيل الكلى اللي بيؤدي إلى تسمم الجسد، البولينة بتنتشر فيه بشكل كبير، يمكن أنها تسمم الجسد، تموت المريض الذي لا يغسل. السرطان بكل آلامه، كمان في نقص في المستلزمات الطبية ونقص في الأدوية. هننتقل معاكم من مستشفى إلى مستشفى، وحنناشد كل فاعل الخير، ما تأجلش، قول لنا ادينا ميعاد غدا، وما تديناش فلوس لأننا لا نحصل على أموال، وما تديش المريض أموالا لأننا لا نحبذ ذلك. اذهب بنفسك وسنكون معك. ابعت حد، هنكون معاك للمستشفى علشان نشوف الأدوية. المستشفى دي محتاج بشكل مباشر، وما تأجلش يومين ثلاثة. لو تستطيع غدا يبقى كويس، بعد غد يبقى كويس. نحاول ان احنا نحقق فعل الخير بشكل مباشر وبشكل سريع. لا هنفتح حسابا ولا هنتلقى أموالا. تعالى وشوف نتاج وثمرة فعل الخير اللي انت بتعمله، وهتشوف الدعوات اللي بيدعيها لك كل مريض، وهتشوف الابتسامة اللي بترسم على الوجوه شكلها ايه. وشوف المتبرع اللي تبرع بمبلغ يعني في 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 اعتقاد البعض انه يعني في متناول اعداد كبيرة من البشر، 20,000 جنيه. شوفوا عمل ايه، ضخ الحياة لمدة شهر كويس. الناس هتغسل لمدة شهر، لأنهم بيغسلوا 3 مرات في الأسبوع، مش مرة في الشهر ولا حاجة، لا ده 3 في الأسبوع، يعني 12 غسلة في الشهر، وممكن يوصلوا ل 13 أو 14. وبالتالي هنا اذهب إلى فعل الخير بشكل مباشر. هنستنى اتصالات فاعلي الخير. تعالوا نبدأ بالأسكندرية
وهنقول لكم كمان بعض فاعلي الخير اللي وصلناهم بمراكز لغسيل الكلى، عندنا قوائم بيهم وهم بالفعل ضخوا الحياة أيضا في أكثر من مركز لغسيل الكلى. نشوف الإسكندرية، مرضى السرطان مستشفى بيحتاج إلى أدوية، وإلا المرضى لا يجدون علاجا. علاج السرطان مش موجود، مفيش ادويه، فين الادويه؟ فين المسكنات؟ فين الدم؟ في مسكنات ده؟ في حاجات منهم كتير ناقصه بر. الازمه محدش محدد هي هتنتهي امتى. الفلوس موجوده الحمد لله، بس بننزل معاك الفلوس تنزل السوق مش هتلاقي الدواء. كفايه اللي احنا فيه، مش هيبقى كمان يعني العبد علينا كمان. الانتماء للعلاج في الدوله عقاب للانسان وليس دواء. جوعه ماشي، اربطه الحزام شويه ماشي، بس المرض انا هعمل فيه ايه وهجيب الادويه منين؟ يعني هو كده موطه وكده موطه ماشي، بس لا لازم يعزمونا قبل ما اموت. تتوالى ازمه نقص الدواء لدى مرضى السرطان، وها هو المشهد بأحد مستشفيات الأورام بالأسكندرية، تتعالى أصوات استغاثات أهالي المرضى ومعاناتهم في الحصول على الدواء اللازم لمرضى السرطان، وتزداد معاناة المرضى أضعافا مضاعفة، معاناة في مقاومة هذا المرض ومعاناة أخرى في الحصول على حق الدواء. هي الأزمة بدأت بقالها كذا شهر، إن بدأ يحصل نقص في أدوية أساسية في العلاج الكيماوي، ده بيوقف ساعات علاج مرضى. لكن دلوقتي العجز في كل الشركات على مستوى كبير جدا، وده طبعا بيفرق مع مرضى كتير يعني، فالأزمة بقت أكبر من قبل كده. الدواليب اللي حضرتك شايفاها كده عادة بتكون مليانة، يا دوبك احنا دلوقتي بنلحق يوم بيوم يعني، طول النهار المخزنج الصيدلية مع المشتريات عندنا بيلفوا مع الصيدلات الصغيرة عشان المنتجين الموزعين، يا دوبك بنغطي حالات الحمد لله يعني، ما فيش مريض اتلغى علاج لحد دلوقتي، انما كتير جدا جدا بنستبدل ادوية حاجة اقل فعالية، بس ده اللي موجود عندنا هنعمل ايه. وزير كان لسه رئيسي في التلفزيون من يومين ثلاثة بقول ان ما فيش ازمة في الان. طب هل هو مشى في صيدليات وشاف الصيدليات فيها ايه؟ طب بينكروها ليه؟ إذا كان فيه في الصيدليات بينكروها ليه؟ العلاج مش موجود بقاله بتاع 6-7 شهور بره، مش موجود. الحكومة ما بتديش علاج، ما فيهاش علاج أساسي. أدنى الدول النهاردة اللي فيها حروب ليلها ونهارها متوفرة برضو الدواء، متوفرة للسوري ومتوفرة للعراقي ومتوفرة، طب أنا أروح فين كمصري؟ الأزمة هتطول شوية لأن الشركات طبعا معظم الأدوية مستوردة. التأمين الصحي بقى عقاب للإنسان، العلاج هناك أحيانا يقول لك مش متوفر، روح خد الجرعة دي على حسابك، أنا ما ينفعش آخر جرعة، ما ينفعش إن أنا يجي معاد جرعتي وما أخدش الجرعة. أنا شلت الرحم عشان كان فيه سرطان، جيت داخل جلسة بس ما كانش فيه وروحنا. كانش فيه علاج. أنا كنت باخد نوع جرعة ب 38 جنيه، دخلت على صيدلية ما في اسكندرية قالت لي ب 600 جنيه. احنا اللي بنحاول نديه لهم امل، فلما نيجي كمان نقول لهم انت دواك مش موجود عندي، فيعني اكيد ده نوع من انواع ان احنا بنقتله ببطء يعني. كفايه المقاساه بتاعه المرض والحاله النفسيه، كلمه سرطان بترعب العيله كلها والمريض نفسه، وبعدين كان يجي لك من كل بحيث احنا بنعالج مرضى من جميع محافظات مصر، يجي لك العيان بنقول لا معلش الدواء مش موجود، هنعمل ايه؟ ده مرض خطير، ما بيديش البني آدم اللي هو بيكون مريض بيه الوقت ان هو يكون عنده نقص في حاجة يعني. دي من الأمراض اللي احنا يجب ان احنا نعجل بعلاجها وما نتأخرش عنها. اي تأخر بيبقى حكم من الأخر الدواء ده بالإعدام على البني آدم. تيجي مية غداءة عملت بذل بس ما كانش فيه الإبرة موجودة أيامها ولا بضع حتى في المعامل اللي بضع دي المنطقة اللي تتب في الحاجات دي كانتش موجودة خالص لأنها بالعافية. أخدت 3 جرع
الكلام ده من رمضان، من ساعتها وانا ما خدتش ولا جلسه ثاني. كل ما اجي اعمل التحاليل، اعمل الحاجات الاجراءات بتاعتهم هنا في المستشفى، لحد ما اتفاجئ ان هم بيقولوا لي العلاج مش موجود، جايه النهارده ومش منتظره ان انا هاخده برده. يعني انا قاعده على بال ما هم يتصلوا بالصيدليه اذا كان العلاج اتوجد ولا ما اتوجدش. من شهرين كانت الابره يعني شبه متوفره ب 225 جنيه، رحت جبتها، بعد كده رحت اجيبها تاني ما لقيتهاش، مش موجوده في المركز اساسا، مركز المصل واللقاح مش موجود، مركز واحد في اسكندريه على جميع المحافظات اللي هي البحيره ودمنهور وكفر الدوار والحتت دي كلها ومطروح، ولا موجود بديل لان ديت حاجه حساسه، ماده حساسه. دي مشكله كبيره، انا يعني مش هروح اشهد الدواء، مش هشهد الدواء وابعت لابني وابعت لبنتي وشوفوا لي حد في السعوديه وشوفوا لي حد في قطر عشان خاطر يجيب لي نوعيه معينه من الدواء. مش بس من وقت تعويم الجنيه، انما اللي من قبل بشهرين ثلاثه اللي فاتهم بدأ في نقص شديد لأدوية علاج السرطان، بالتحديد علاج الأدوية دي. لا بفلوس ولا على دفع الدولة ولا على الحكومة ولا أي شيء، مش موجود مش موجود مش موجود، حرام عليهم. كفاية يعني عذاب العلاج اللي احنا بنتعذبوه. ألام مرضى السرطان لا يمكن أن يتحملها بشر، بيتعايش معها المريض، بيتعايش مع هذه الألام والمتاعب والمآسي اليومية، وكمان وهو بيتعايش معها نقوم نديله على دماغه ونديله صفعات على وشه ونقول له مفيش علاج. يبقى سرطان الفشل المجتمعي والفشل الحكومي هو اللي أخطر من السرطان اللي بينتشر في جسد هذا المريض. سرطان التجاهل والإهمال هو اللي أبشع من السرطان اللي هم بيواجهوه وهم راضيين وبيقولوا اللي يجيبوا ربنا كويس، لكن كمان إنه ما يلاقيش. تخيلوا الراجل بيتكلم عن إبرة مش لاقيها، بيتكلم عن علاج مش لاقيه، بيتكلم عن مستلزمات طبية علشان تخفف آلامه مش لاقيها. وبالتالي هنا السرطان الحقيقي هو سرطان الإهمال والفشل الحكومي والفشل المجتمعي في إن احنا نبقى سامعين آلام مرضى ونتجاهلهم. الآلام هم بيتحملوها وعندهم حالة القبول والرضا بما أنزله عليهم الله سبحانه وتعالى. خلاص المرض جالهم وربنا بيعوضهم، لكن الـ 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 البشر، طب هل نسيب مرضى السرطان يا جماعة؟ ولا كل واحد فينا يقول أنا هشوف المستشفيات اللي احنا قاعدين بنجيبها؟ ما بنقولش لحد اوعى تعطي أموالا لحد، ابعت حد سنكون وسيطا بينك وبين المرضى اللي بيتألموا. وشفتوا النموذج، شفتوا ازاي مركز وحدة الغسيل الكلى استمرت وعاشت لمدة شهر دون أن نفتح حسابا ودون أن نتلقى أموالا. ابذل مجهودا بسيطا، بلاش تروح بنفسك، يعني فاعل الخير، يمكن أن ترسل شخصا من عائلتك ويذهب معدو البرنامج معك اللي خصصناهم لهذه الحالات، وكمان تبقى العلاقة مباشرة عشان كمان تشوف ازاي انت عملت ايه في المرضى، ازاي ريحتهم ورسمت الابتسامة على وجوههم وتسمع دعواتهم ليك وتشوف ازاي انه ربنا هيديك، وان الفلوس اللي انت دفعتها مش هتنقص منك، ده هتزودك كتير. طبعا انا بقول ده في ظل تخلي الحكومة عن مسؤوليتها. هنستنى بقى وزير الصحة يقعد يكلمنا ويقول لك ارسلت خطابا لوزير المالية ومستني؟ هنستنى بقى رئيس الحكومة يقول انه هنعمل ايه والاعباء والتركة الثقيلة التي ورثناها والدعم الذي لا يذهب لمستحقيه والكلام ده؟ هنستنى كل ده ويجيب لنا أرقاما احنا بننفق على الصحة كذا؟ مش هننتظر.
خلونا بخطوات بسيطة يمكن أنك تخفف ألاما، تزرع أمالا، تعمل طوق إنقاذ للمرضى اللي بيستغيثون بنا. قبل ما نشوف الإسماعيلية عندنا أحد الأشخاص عايز يتبرع للمركز اللي شفناه، أستاذ شعبان. يا أستاذ شعبان أهلا بيك. الله يكرمك أستاذ شعبان، اتفضل. أسامح حضرتك السؤال. اتفضل. أنت عايز تتبرع على أي مركز؟ للمركز اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه دلوقتي اللي هو بتاع الجيزة. بتاع الجيزة؟ الست اللي كانت بتبكي دلوقتي دي أنا قلبي بتقطع والله. اللي هي بتاعت الغسيل الكلوي. طيب هنشوف طبعا المتبرع ضخ لمدة شهر، فيعني انت لو ضخيت حتى بالشكل اللي انت عايزه وفقا لقدرتك تستطيع انك تساهم في انه المركز ده يستمر قد ايه. ان شاء الله هنوصلك بيهم، وشوف يعني نتعب شوية، اما ان ترسل شخصا مع معدي البرنامج اللي هيتواصلوا معاك، او ان تذهب بنفسك، يعني اختار. وعشان نحاول ننجز بسرعة ان احنا تشوف ثمرة الخير اللي انت بتقدمه، ويشوفوا المجتمع ويشوفوا المرضى ايضا. ان شاء الله. انا بشكرك يا استاذ شعبان. هنتواصل معاه بحيث غدا نكون معاه، او بعد غدا يا جماعة في المركز. استاذ محمود من الجيزة، استاذ احمد من الجيزة. استاذ احمد تفضل. استاذ احمد. الو. يا استاذ احمد اتفضل. يا فندم. اتفضل يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك اتفضل. انا سعيد ان انا كلمت حضرتك والله. انا اللي اسعد والله. اتفضل. ربنا يبارك فيك، وحضرتك انسان بمعنى الكلمه. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. اتفضل. هنستأذن حضرتك، احنا عايزين نقعد نساعد باي حاجه، فنستأذن معاليك المركز الكلوي اللي هو لسه ما حدش اتبرع له، نستأذن حضرتك تدينا الثواب. هو في مراكز في المعادي، وفي مراكز لسه في القاهره، وغدا ان شاء الله بعد شويه هيتواصلوا معاك، وتشوف انت اما ان ترسل شخصا او بنفسك تذهب الى هذا المركز مع معد البرنامج. يعني ربنا يبارك لك ويقعد لك في اغلى مليك. ربنا يديكم على قد فعل الخير ان شاء الله. ربنا يخليك. انا عاجبك. انا اللي بشكرك. شكرا على المداخله الجميله دي. شكرا. الله يخليك. انا اللي بشكرك. في بعض عدد من مراكز غسيل الكلى، وزي ما بقول لكم اللي تم ضخ الحياه فيه لمده شهر، ما طب الشهر الثاني، طب الثالث، وبالتالي هنحتاج انه التكافل المجتمعي يستمر بهذا الشكل، يعني حتى لو خصصنا وقتا من هذا البرنامج لانه الوحدات تستمر، هنستمر ايضا في تخصيص هذا الوقت. في عندي كمان في بعض يعني عندي اطفال عايزين يتبرعوا يعني، وعندي ناس كتير. هنشوف هنعمل معهم اتصالات، بس تعالوا نشوف الإسماعيلية. ده أيضا نقص المستلزمات الطبية. وأنا بتكلم إيه يا جماعة؟ أنا بتكلم عن مستشفيات سرطان، آلام لا يتحملها بشر، ويبدو أن اللغة الوحيدة في هذه المستشفيات هي الألم والتأوهات والاستغاثات، هي دي اللغة الوحيدة اللي بتكلم بيها الناس في هذه الأماكن، اللي للأسف الشديد كمان نقوم نزود عليهم ألمهم، ويبقى عندنا نتعامل وتتعامل الحكومة بمنهج أنا لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم ولا أفعل شيئا. طيب خلونا احنا بموجب التكافل المجتمعي نحاول ان احنا نصل إلى الناس ونخفف ألمها. مستشفى السرطان في الإسماعيلية أيضا بلا مستلزمات طبية وبلا أدوية. بعض الأدوية ويمكن قليل مش كتير بنلاقي فيها صعوبة دلوقتي في الحصول عليها، خاصة الأدوية المستوردة. اللي ناقص حاليا هو الجلوكوز 25%، جلوكوز 10%، وده مشكلة كبيرة بنقابله في التغذية الوريدية لبعض المرضى اللي عندنا، لأن أساسا في بعض المرضى
بتبقى العمليات الجراحية بتاعتهم كبيرة وبيحتاجوا تغذية وريدية. مرضى السرطان الحقيقة محتاجين معاملة نفسية خاصة، وإحنا يعني على قد ما بنقدر ما بنحاولش نوصلهم المشكلة. هي الأزمة دي فعلا بتقابلنا، بيجي المريض خصوصا اللي ليه 5-6 جرعات لسه متواصلة، يبقى جاي يا دكتور أنا هعرف ألاقي الدواء، مش هعرف ألاقيه، طب لو حصل شورت الدنيا هبقى فيها إيه؟ فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم ان احنا نطمن المريض. عايز اقول لك ان في كوارث كتير جدا بتحصل بسبب المواضيع دي، والناس بجد بجد مش لاقيه، فمفروض ان احنا نعمل طفره شويه في عالم الصحه ونوفر حاجات كتير لناس، لان في ناس صوتها ما بيوصلش، يعني في ناس صوتها ما بيوصلش وبتنتهي حياتها على كده لانهم مش لاقيين. بوجه كلامي ده لاي حد بيسمعني واي حد عنده ضمير، تمام، لان بجد الضمائر ما بقتش موجوده دلوقتي. فعايزه اقول ان الادويه لازم تكون متوفره لكل الناس، لان في ناس معاها وفي ناس مش، في ناس ما معهاش. عايزه اقول لك 3/4 المرضى ما معهمش، في ادويه كتير مش موجوده، وفي ادويه الصيدليات حاجزاها. يعني انا اعرف جرعات الصيدليات حاجزه للجرعات دي، الجرعه مثلا انا اروح اجيبها ب 2000 جنيه، ابص بعدها بعد الاسبوع او العشر ايام في الجرعه الثانيه ال 2000 دول بقوا 2600، لان الحاجات المستورده اللي انا عارفه ان هم ما بيحطوش عليها اسعار. اما يعمل العمليه هيكتب لها علاج نجيبه بقى، مش عارفين هنلاقيه ولا مش هنلاقيه. احنا محتاجين دم عشان العمليه بعد بكره، مش لاقيين الدم. في ادويه كتير محتاجينها مش لاقيينها، والله ما لينا غير ربنا. بترجاهم يوفروا الدواء، يوفروا لنا الادويه ديت ويجيبوها لنا. انا بقول لك الدواء اللي انا مش لاقيه ده، والله الدواء اللي انا مش كاتباه مش لاقيه ده، اقسم بالله تعبانه مصرف كل جسمي، ده الدواء اللي انا مش لاقيه. وبرجوكوا بترجاكوا تبعتولي. بس شهدت العديد من المستشفيات أزمة جديدة تهدد حياة المصابين بمرض السرطان، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب بين ذوي المرض بعد تفاقم أزمة نقص الدواء. مي عبد الرحمن، 10:00 مساء، قناة دريم. انا عايزكم يعني الناس اللي بتستمع الى تأوهات واستغاثات المريضة اللي احنا سمعناها وهي بتبكي على انها مش لاقية الدواء ومش لاقية العلاج، وهي بتبكي بتتألم ألاما جسدية لا يتحملها بشر، بس الألم النفسي أسوأ. الألم النفسي لما يلاقوا انه الناس كلها بتتخلى عنهم، حكومة ومجتمع، لما يلاقوا نفسهم ممكن ألامه تقل لو خد العلاج، هو مش لاقي هذه الأدوية وهذه المستلزمات الطبية لأن أثمنها ارتفعت، والألم عنده ما بينتهيش. لا ده يعني نوع من التخدير الوقتي يعني، ونوع من التهدئة يعني. انتوا عارفين مريض السرطان يعني بكل ما في جسده من ألام لا يمكن ان حد يتحملها، لكن كمان ما يلاقوش الأدوية والمستلزمات الطبية وتبقى عندهم حالة الاستغاثة. أنا هعيد لكم تاني كلام هذه السيدة اللي بتستغيث، واللي الحقيقة كلامها يعني يحرك جبلا ويخلينا نقول كلنا مش هننام إلا لما أستطيع أي حد يمكن أنه يساهم بأي حاجة. تعالى يا سيدي تكفل بمريض لمدة أسبوع، هتلاقيه يمكن أنه يحتاج إلى اللي هيحتاج ل 500 جنيه، واللي هيحتاج ل 1000 جنيه، واللي هيحتاج لأكثر. يعني تعالوا نتكافل مجتمعيا في ظل غياب الحكومة وتغافلها وتجاهلها لمسؤوليتها. وتعالوا تاني اسمعوا استغاثة هذه السيدة المريضة. في أدوية كتير محتاجينها ما عندناش لاقيينها، والله ما لينا غير ربنا. بترجاهم يوفروا الدواء، يوفروا لنا الادويه ديت ويجيبوها لنا. انا بقول لك الدواء اللي انا مش لاقيه ده، والله الدواء اللي انا مش كاتباه مش لاقيه ده، اقسم بالله تعبانه مصرف كل جسمي، ده الدواء اللي انا مش لاقيه. وبرجوكوا بترجاكوا تبعتولي
بس. ربنا يشفيكي وربنا يشفي المجتمع من تخاذله وتهاونه وتجاهله لاستغاثات المرضى، ويشفي الحكومة أيضا من تجاهلها لهذه الاستغاثات اللي احنا إن شاء الله هنكمل معاه وسنجد متبرعين لكل هذه المستشفيات يخففون الآلام وينقذون المرضى. هاخد الأستاذة شوقية. يا مدام شوقية، اهلا بيكي. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيكي. ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. عايزه اتبرع لغسيل الكلوي اللي هو في الزيتون، لان انا مش زيتون. انت مش زيتون؟ اه. طيب يبقى هتتبرعي في شخص ضخ الحياه في هذا المركز لمده شهر، فان شاء الله تتبرعي انت بالشهر الثاني يعني اي وقت. طيب ما هو يعني حتى لو المركز انا ست كبيره وما اقدرش اروح ولا اجي، وست مريضه وجوز راجل كبير ومريض، فما بنقدرش نتحرك. عايزين حد يعني يقول لنا فين اللي هو المركز. احنا هنبعت لك المراسله الاستاذه رحمه، هتجيلك وتاخدك ونوديك للمركز عشان تشوفي يعني كمان مفعول فعل الخير في البشر هيبقى ايه، عشان احنا بنكون وسيطا بين فاعل الخير ومن يستحق الخير. طب يا استاذ وائل تبقى شكرا والله يا استاذ وائل، وركز على موضوع الادويه ده يا استاذ وائل، لان احنا ادويه كتير مش لاقينها لينا، يعني بفلوسنا مش لاقينها، يعني حتى الناس اللي معاها فلوس مش لاقيه الادويه. مش لاقي كمان الادويه. ان شاء الله هنبقى هنستمر في هذه القضيه، وانا بتوجه لك بالشكر على فعل الخير. الف شكر. ام كريم ايضا. ام كريم اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام كريم. وائل اتفضلي. انا من ميت عقبه. وعايزه اتبرع ب 20,000، 10 كلوي و10 سرطان. طيب انا بشكرك يا ام كريم على فعل الخير اللي انت بتعمليه، و هنشوف النهارده. احنا شفنا المستشفى بتاع الاسماعيليه، يعني السيده اللي استغاثت دي هنوجه لها الجزء الاولاني اللي انت قلت عليه، والجزء الثاني هيتوجه لمركز غسيل كلوي، وهنوجه لمرضى السرطان في الاسماعيليه اللي احنا شفناهم الجزء الاول من مبلغ التبرع اللي انت قلت عليه. انا بشكرك. هيكلموكي في الاعداد ونشوف ازاي نعمل ده غدا بشكل مباشر على الفور. من فضلك استاذ وائل، المبلغ انا واثقه في ربنا وفي حضرتك يروح للمكان. احنا يا ام كريم احنا عاملين قاعده، بس خلي حد من عندك كده هيجي، مش هيتكبد شيئا، يعني احنا هنوديه ونجيبه. خلي حد من عندك كده، اكيد عندك حد من الأسرة يعني هيجي معانا غدا أو بعد غد، نشوف الوقت المناسب اللي انت تبقي إجازة فيه. يجي فين يا أستاذ وائل؟ يجي لحضرتك، علشان انت بتقولي مخصصة مبلغ للتبرع، أو نشوف ازاي يعني هيجي للبيت ولا أنا. شوفي، لا انت تبعتي حد من الأسرة هنستقبله، هيقابله هو، وبعد كده يتوجه لمركز الغسيل الكلوي او للمستشفى بتاع السرطان. يجي فين لحضرتك؟ هو هيكلمك ويتواصل معاكي ويقول لك ازاي، بس خلي حد من عندك يكون موجود يعني. حاضر يا استاذ. طيب انا بشكرك. يا جماعه اعذرونا شويه في انه احنا شويه في عندنا حساسيه شديده في قضيه تلقي الاموال او فتح حسابات، وكمان دي بتاخد وقت، والمرضى والله الساعة تفرق معاهم. يعني خليك بنفس حماسك لفعل الخير، ما بنقولكش تعال انت، خلي حد بس من عائلتك ونذهب على الفور للمستشفى والمركز الغسيل الكلوي، ويبقى التبرع للمستشفى والمركز الغسيل علشان نضخ الحياة فيه، والمرضى يضمنوا ان وبشكل سريع جدا، مش محتاجه بقى هنودع في حساب، ولا محتاجه
ان احنا نجمع اموالا مش هنعمل ده. خلوا العلاقة مباشرة وسريعة، احنا بنتكلم عن الام لا يتحملها بشر، خفف عنهم الالام بسرعة سواء الغسيل الكلوي او الام السرطان. معايا احنا السيدة بتاعت ميت عقبة، التليفون عندكم. طيب محمد من بني سويف، استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج محمد الشريف معاك من بني سويف. اهلا بيك، اهلا بيك يا حاج محمد، اهلا بيك، اتفضل. يعني ده كده اقسم بالله ما يرضى ربنا، كده 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 ما يرضيش ربنا، نلبس بدل ونلبس كرافطات ونسيب الناس بالطريقه دي، تصعب على الكافر. ان شاء الله مش هنسيبهم يا حاج محمد ان شاء الله. شوف لو في مركز في بني سويف محتاج، انا من بني سويف مركز في المركز في بني سويف محتاج، و هنشوف ده وهنكلمك ان شاء الله. انا من مركز سموس، بندر سموس. انت منين؟ انا من بندر سموس، حاج محمد شريف بندر سموس في بني سويف. طيب احنا هنكلمك ومراسلنا في بني سويف، وانا مستعد اروح بنفسي. ما هو انت لازم تروح بنفسك او ترسل شخصا من عائلتك يعني. لا انا اروح بنفسي ان شاء الله. يا حاج محمد انا بحييك على فعل الخير وعلى حماسك بهذا الشكل، الف شكر. طب نشوف يا جماعه، احنا شفنا المنيا، نشوف هنشوف المنيا، نشوف مستشفى السرطان في المنيا علشان تشوفوا ان مش مستشفى ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا سبعة ولا عشرة، لا ده مستشفيات في كل محافظات مصر من الآلام ومن التأوهات ومن الاستغاثات، يعني تصل إلينا من المنيا. لو انت قاعد كده بالتأكيد أي واحد بيحس هيسمع هذه الاستغاثات والتأوهات، المريض آلامه مفيش حد يتحملها. طب كمان ما تبقاش عنده آلاما نفسية لأن الناس بتتجاهله، ولأنه لا يجد العلاج، مش لاقي الدواء اللي هيخفف له ويقلل له إلى حد ما بعض آلامه. هنشوف مستشفى السرطان في المنيا أيضا يستغيث بنا. النفسيه بيبقى فيها المريض، يعني اهل المريض عشان ينزل يدور على صنف يتكلف مصاريف كتيره جدا جدا، وبعدين بتدوا فرصه للناس اللي بيحتكروا الاصناف اللي هي عارفينها هتنقص. في ناس بقى بتقف بالمرصاد عارفه الاصناف دي هتنقص. بروح التامين الصحي، الدكتور بتاع التامين الصحي مشكور، انا غصب عنه بيعالج على قد ما بي على قد امكانياته، في انواع معينه محدوده عليه، يعني مربوط عليه ان هو في ايه، في العلاج بتاع الورام في انواع معينه يربطها يكتبها، بس غير كده بيقول لي هات من بره. مثلا عايز اشعاع يروح بعتنا على معهد الورام، اروح معهد الورام يقول لي جهاز عطلان، فبضطر ان انا اجي هنا. طبعا بتكلف وربنا يعلم هو ليه. والله معهد الورام مركز الورام في المنيا، خدت كماوي 5 جرعات على حساب الشركة بتاعتي على حساب الكهرباء، وعولنا على هنا هناك البتاع عطلان اللي بتاع الإشعاع اللي في مركز عطلان، عولنا على نعمل على حسابي، فجيت أخيرا مكان هنا الجلسة ب 350. احنا هنا عندنا مشكلة كبيرة قوي في علاج الأورام، إن احنا العلاج الإشعاعي لازم يتاخذ معايا علاج كيماوي عشان يجيب نتيجة فعالة مع المريض. بالنسبة لأدوية الكيماوي معظمها مستورد حضرتك، فلما قرر منع الاستيراد ده المريض عندنا بيحتاس وبيتعب خالص عقبال ما يلاقي الأدوية، ولو لقيها بيلاقيها في السوق السوداء بسعر أضعاف السعر المحدد أو المسموح به.
وكل الصيدليات حاليا في مركز صنوط ما عندهاش الادويه دي. احنا يا بنشتريها من القاهره ومعرفنا وواسطه عشان نشتري دواء لمريض واحد، وفي الاخير لما نجيب الدواء ده بندور على المحلول، الجلده اللي كانت ب7 جنيه حاليا مش بنلاقيها. فدي معاناه، ده عذاب للمريض، يعني مريض ياخد علاج اشعاعي وما ياخدش كيماوي كده احنا مش بنعمل حاجه. محاليل الملح كتير خالص يعني بجد، يعني بنتمنى انها تتوفر عامه. يعني جلوكوز، محلول ملح، مانيتول اللي 10% و20% حالات البرين عندنا بتبقى محتاجاها جدا. نتمنى فعلا ان يعني وزير الصحه يسمع صراخ المرضى. طيب التاثير عدم توفير العلاج ده هل ليه بديل والحل ايه؟ مفيش بديل، انا معايا مريض، هي ايه بديله ان هو ياخد العلاج؟ واحد متالم. نوع الادويه اللي مختفيه ليها بدائل داخليه اللي هي تم وقف استيرادها؟ لا مفيش ليها بديل، ولو حتى لو في بديل بيعمل رياكشن للمريض، بدل ما هعالج المريض هدخله في متاهه اكبر. في ادويه ليها بدائل وفي ادويه ما بنلاقيهاش، بنضطر ناخد اي مسكن ليها. يعني في ادويه ما بنلاقيهاش ولا بديلها ولا هي. مسؤول عن توفير العلاج بتاعك سامعك دلوقتي، تقول له ايه؟ اقول له لو سمحت حس بينا بس، لو سمحت حس بالمرضى بس، حس بالالام اللي بتحصل لنا، الالام اللي بتحصل لمرضى الاورام، ما بننامش. والمسؤولين الجلسه بدل ما ب 350 حرام ياخذها لازم انكي شويه، الواحده اللي عندها 30 جلسه على 350 جنيه أما ادفعها من جيبي. لا ناس، في ناس غلابة ما تقدرش تدفع الجلسة دي إلا شعاع ب 350 جنيه. فأرجو أن تقدر المبلغ شوية، يبقى على ذات الناس الغلابة. ريت يعني توفير العلاج اللي احنا ما بنلاقوهوش ده. اللهم اشفيهم جميعا واشفينا من التجاهل والإذعان والتغافل والإهمال حكومة ومجتمعا إلى حد ما، يعني لولا التكافل المجتمعي اللي بدأنا به هذه السلسلة الحلقات، بدأنا به منذ سلسلة الحلقات المتعلقة بنقص الأدوية والمستلزمات الطبية وإغلاق وحدات الغسيل الكلوي بسبب ارتفاع أسعار الفلاتر والمستلزمات الطبية. لولا هذا التكافل المجتمعي شوفوا بقى اللي كان هيحصل إيه في هذه الوحدات وفي هذه المستشفيات، في ظل تغافل وتجاهل حكومي تام وغياب حكومي. لسه بيستنوا بيقولوا هنبعت لوزارة المالية علشان يزودوا المخصصات المالية، هيبعتوا ويستنوا تكون الناس ماتت اللي هي ألمها لا يمكن أن يتحملها أحد. قبل ما نشوف بس بقية الحالات وهنشوف عندي مجموعة من المتبرعين نيابة